مصطلح المجتمع المدني يشير إلى مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح ولها وجود في الحياة العامة. تهتم المجموعة دي بالنهوض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها استناداً لاعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية، علمية، دينية أو حتى خيرية. من ضمن أهداف المجتمع المدني هو تحقيق التنمية الشاملة عن طريق تكامل عمله مع الدولة ومع القطاع الخاص. لو حتى سألنا نفسنا ليه المجتمع المدني بيحمل على عاتقه هذا الدور، ستكون الإجابة هي بسبب صعوبة تحقيق التنمية الشاملة من قبل الدولة وحدها، وخصوصا في الدول النامية اللي بيكون اقتصادها غير معافى بشكل كامل وبشكل كبير. علشان كده بيقع على عاتق المجتمع المدني مسؤوليات كبيرة من أجل تحقيق هذا التكامل. أبرز هذه المسؤوليات إعداد الكوادر المختلفة. مهمة أخرى بتقع على عاتق المجتمع المدني وهي الرقابة، لأن وجود المجتمع المدني بيكون فعال ضمان للمساءلة والشفافية، وده طبعا اللي بيعزز من النظام الديمقراطي النزيه لأي دولة. المهمة دي بالطبع بتكون تابعة من تعريف المجتمع الدولي بكونه الوسيط اللي بيكون ما بين الشعب والسلطة، وبالطبع ده بيكون شيء مهم، شيء إيجابي وشيء وطني، ويساعد على تعزيز قوة أي دولة. عشان يقوم أي مجتمع مدني بدوره على أكمل وجه لازم يكون ليه موارد عشان يقدر إن هو ينفق منها. من هنا نشأت فكرة التمويل. التمويل أو موارد المجتمع المدني تم تقنينها في القانون الدولي في أغلب الدول، لكن لو هنتكلم على مصر، هنا في مصر المجتمع المدني بيخضع لرقابة السلطة التنفيذية، ده بموجب قانون خاص بيسمى قانون الجمعيات الأهلية. ده قانون دوره تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني بكافة أشكالها. يمكن مشاهدينا الكرام عرضت لحضراتكم يعني سريعاً ما هو المجتمع المدني وما دور المجتمع المدني وأهمية المجتمع المدني في مصر.